رغم من كلام برضو فاروق، خلينا نسمع لك يا محمود في التباين. يعني الاهلي بيلعب جيم كويس جدا، وبنحس ان الاهلي رجع لمستواه، والجيم اللي بعده نلاقي فيه دروب او تراجع في المستوى، فنلاقي مطب صعب زي مطب بيراميدز. وبالمناسبه انت لاعب قبل بيراميدز مع فيوتشر، وفريق محترم جدا، فريق قوي جدا، وفي عناصر وسكواد بيلعب كوره حلوه، وقدرت تعمل عرض مبهر واداء رائع وسكور كمان عالي جدا. اكيد مباراه يوم الخميس هتبقى مباراه صعبه جدا، مش على النادي الاهلي بس، على نادي الزمالك طبعا، لان احنا نظرا للتنافس اللي هيبقى موجود في الدوري، التنافس الكبير اللي موجود ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك في الدوري، مباراه يوم الخميس اللقب هيفرق بشكل كبير جدا مع اللي هياخد الكاس، لان عارفين كلنا طبعا ضغط المباراه الفتره اللي جايه في الدوري، وعارفين فرق النقط ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك بعد مباراه المؤجله ممكن فرق بثلاث نقط، فده هيضغط بشكل كبير جدا النادي الاهلي ونادي الزمالك. في عوامل ثاني مهم جدا، هو الدوافع اللي بتزق اي لعيب كوره وبتزق اي حد في الدنيا لان هو يكون عنده الحماس ويكون عنده الشغف ان هو يحصل على بطوله. عارفين ان الجماهير مين عنده دوافع اكتر من طبعا النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي هي مش محتاجه يتخلق لها دوافع، لعيبه النادي الاهلي عارفه كويس قوي ان انا الناس زعلانه، جماهير الكوره زعلانه، وغير كده احنا عارفين ان دي الكاس ده الكاس القديم، وعارفين ان النادي الاهلي فقد بطوله الدوري السنه اللي فاتت، فعارفين ان ده يعني دي البطوله المحليه اللي متبقيه مع كاس السوبر طبعا. فالنادي الاهلي طبعا ولعيبه النادي الاهلي عارفه كويس جدا، يعني انا متاكد ان هم في اليومين دول بالذات في جلسات كتيره جدا ما بينهم وما بين بعض، لان هم الدوافع لازم تبقى عندهم اكبر، ونشوف حماس ونشوف قوه اكبر للنادي الاهلي في مباراه يوم الخميس. الحاجه الثانيه اللي عاوز اتكلم عليها وهي ظروف ما قبل المباراه، هي انت بتتكلم عن فريق عنده استقرار فني واستقرار اداره فنيه بقى له فتره كبيره جدا، اخر كل المباريات كسبها، يا دوبك هو المباراه الوحيده اللي تعادل فيها او فقط فيها نقاط كانت مباراه النادي الاهلي في الدوري 2-2. من الناحيه الثانيه في حقبه ما بعد بيتسو موسيماني، وحقبه ما بعد الفتره الانتقاليه لكابتن سامي القمصان، وهي حقبه سواريش اللي مش قادر لسه لحد دلوقتي، ان هو ما فيش وقت، الراجل برده مظلوم جدا مش قادر يطبق افكاره. يعني كنت اخد من كلام فاروق ان الراجل بيقول لك ما فيش وقت ان هو يطبق افكاره. طيب تعال